هنا نقطة كريتيكال قوي 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 بتيجي في امتحان المعادلة وفي الكلينيكال لايف، لازم برضو تفرق جدا فيها، اللي هي وات از ذا مين تريتمنت فور بريفرال ارتيريال امبوليزم، اللي هو اكيوت اسكيميا اللي عاملة الليك بين والسيانوزس والكالر تشينجز، وصفناها في الفيديو السابق. ده اهم علاج ليهم. لو هلخصه في كلمة قبل ما ابدا ايه هي العلاجات، اقول كلمة واحدة، ان perfusion should be re-established within 6 hours، لان لو طولنا على كده هتنتهي بجانجرين، تبقى مصيبة. يبقى انا عندي ليه انا بهتم قوي بموضوع، بيهتموا قوي في المعلم موضوع الريست بين في الليج، وتعمل ايه وتتصرف ازاي، ان الري perfusion او نعمل perfusion لازم يبقى established re-established خلال 6 ساعات، واذروايز ها القصة تدخل في جانجرين. فانا يوم ما بيجي acute leg pain continuous في الرجل وفي التشينجز دي موجوده ده على طول اعتبر فيه بريفرال ايه ارتيريال ام امبوليزم، وهي هاف تو ري استابليش سيركيليشن خلال مده زمنيه ماكسيمم ايه او ايه يعني 6 ساعات. لو ما عملتش كده العمليه ضاعت والعيان ايه دخل في جنجرين، والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. فمهم قوي قوي موضوع ال6 ساعات الحرجه دول للبريفرال ارتيريال انيوريزم امبوليزم، سوري معذره، لازم التدخل فيهم تو ري استابليش السيركيليشن والبرفيوجن للتيشو ده، اذروايز هيدخل في جانجرين. وطبعا الهيبرين طبعا من اشهر ما يمكن هنا عشان يساعد، ولكن هناخد في السؤال القادم ايه مور ديتيلز على كيفيه هاو تو ري استابليش البرفيوجن للتيشوز اللي هي الاسكيميك دي.